بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا النحو ونبدأ اليوم من حيث انتهينا وشرحنا قول ابن مالك وكلها يلزم بعده صلة على ضمير الله يقوم مشتملة. ثم ابن مالك رحمه الله قال بعد هذا البيت، قال وجملة وشبهها وجملة وشبهها الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل، وجملة وشبهها الذي وصل وجملة وشبه الذي وصل به كما عند الذي بنه كفل. فصلة الموصول يقول ابن مالك لا تكون إلا جملة، صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، وهذا من المسلمات اللغوية في النحو أن صلة الموصول لا تكون إلا جملة. لا تكون إلا جملة. صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة. فماذا نعني بجملة؟ وماذا نعني إذن بشبه جملة؟ الجملة قد تكون فعلية وقد تكون اسمية، قد تكون فعلية وقد تكون اسمية. فمحمد قائم جملة اسمية، وجلس محمد جملة فعلية، وإذا قلنا جاء الذي ذهب فصيلة الموصول جملة فعلية، وإذا قلنا جاء زميل محمد جملة اسمية. لكن ماذا نعني بالشبه جملة؟ شبه جملة دائما نعني به الظرف أو الجار والمجرور، دائما في النحو شبه جملة تقال للظرف والجار المجرور. أي نعم، وهذا في غير صلة الألف واللام لأنه سيأتي حكمهما. فمثلا لو قلت جاء الذي عندك فعندك ظرف، أو قلت جاء الذي في الدار ففي الدار جار ومجرور، لكن كل منهم كلاهما يقال له شبه جملة، لأن الظرف والجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا تقدير هذا المحذوف مختلف فيه بين البصريين والكوفيين.
في البصريون يقدروه بمصدر، يقولنا جاء الذي عندك، جاء الذي مستقر عندك. وجاء الذي في الدار، فعندك الظرف يعني عند البصريين متعلق بمستقر، وكذلك جار ومجرور، جاء الذي في الدار أي مستقر في الدار. عند الكوفيون يؤول المصدر إلى الفعل، يقولون جاء الذي عندك، تقدير الشيء الذي تعلق به جار ومجرور هو استقر، أي جاء الذي استقر عندك. جاء الذي في الدار أي جاء الذي استقر في الدار. ولكنهم لا يختلفون على أن الظرف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف، فهذا محل اتفاق بين البصريين والكوفيين. ومما هو محل اتفاق بين البصريين والكوفيين أن الظرف والجار والمجرور شبهي جملة. نعم، ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط. الجملة الموصول بها الموصول يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول لابد أن تكون خبرية، وقد قالوا أن الكسائي هو أحد اللغويين، لغوي الكوفة، ذهب إلى أنه يجوز أن تكون صلة الموصول جملة إنشائية. والكسائي قالوا أنه كان يستدل على ذلك بالسماع، وتعرفون أن اللغة فيها السماع وفيها القياس، فالسماع أقوى ولكنه أقل، وعكسه القياس. فالسماع عبارة عن شيء سمع عن العرب ولكن لا يقاس عليه، قليل، بينما القياس هي قاعدة يقاس عليها كل ما وافقها. ويقال أن الكسائي استدل على أنه يجوز أن تكون صلة الموصول جملة إنشائية، واستدل على ذلك بالسماع من قول الفرزدق وهو همام بن غالب أحد الشعراء بني أمية الأفذاذ، استدل بقول الفرزدق: وإني لراجي نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها، وإني لراجي نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها. فلعل من أساليب لعل للرجاء، والرجاء من أساليب الإنشاء. ويستدل على ذلك أيضا بقول جميل بن معمر العذري، وهو مشهور المعروف بجميل بوزينة، وهو أحد شعراء الوزن أيضا في عصر بني أمية أو العصر الإسلامي، وقد طار اسمه والشاع بين الناس بجميل بوزينة التي عشقها. يقول جميل: وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق، وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق. وهذا قليل من الشعر جميل. الكسائي زعم أن جملة لعلي أزورها من لعل واسمها وخبرها، من لعل واسمها وخبرها صلة التي، كما زعم أن ما في قول جميل وماذا
اسم استفهام مبتدا ولا اسم موصول خبره وجملته عسى واسمها وخبرها صله. ويجاب عن ذلك ان صله التي في البيت الاول محذوفه والتقدير قبل التي اقول فيها لعلي. أجاب اللغويون الكسائي على قوله استداده في السماع بقول الفرزدق وإني لراج نظرة القبل التي لعلي. قالوا في الظاهر يا كسائي أن لعلي هي صلة الموصول وما بعدها، ولكن لا بل ثمة محذوف تقديره لعلي تقديره قبل التي أقول فيها لعلي كأنها محكية القول. أيوة نعم. وقالوا يمكن أن تكون الصلة هي جملة أزورها والخبر لعل محذوف. وقالوا أيضا في بيت كثير في بيت جميل قالوا في بيت جميل بوزينة أو جميل بن معمر العذري الذي يقول فيه ماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق. قالوا ماذا كلها في البيت الثاني في قول جميل ماذا عسى الواشون أن يتحدثوا. قالوا ماذا هذه اسم استفهام مبتدأ وليس ذمة اسم موصول أصلا. إذا نعود إلى الشروط، اشترط النحويون في الجملة الموصول بها ثلاث شروط. أولها أن تكون خبرية، على أن الكسائي يجيز وتكون إنشائية. فماذا نعني بالخبر وماذا نعني بالإنشاء؟ هذه مصطلحات بلاغية. الخبر عند البلاغيين ما احتمل صدقا أو كذبا، والإنشاء عندهم ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا، ولكل منهما أساليبه. فإذا قلت مثلا جاء محمد فهذه جملة خبرية من ناحية البلاغية يصفها أنها خبرية، لأنه إما أنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فإما أنه جاء حقيقة فهو تصادق أو لم يأتي فقائل الكلمة كاذب. بينما لو قلت هل جاء محمد بالاستفهام، فما السؤال هذه الكلمة هذا السؤال أو الاستفهام لا يحتمل صدقا ولا كذبا، بمعنى لا يمكن أن تصف الكلام بأنه كلام صدق ولا تصفه بأنه كلام كذب، وحتى لا يمكن أن تصف أيضا قائله بأنه صادق ولا أنه كذب. هذا هو الخبر وليش. إذن اشترط النحويون في الجملة الموصول بهذا الآية شروط. أولها تكون خبرية. الشرط الثاني أن تكون خالية من معنى التعجب، خالية من معنى التعجب. طبعا علماء النحو اختلفوا في جملة التعجب. سبب ذلك أن علماء النحو اختلفوا في جملة التعجب، هل جملة التعجب خبرية؟ والخبر كما كنا نقول هو ما يحتمل صدقا وكذبا، أم جملة التعجب إنشائية والإنشاء كما قلنا لا يحتمل صدقا ولا كذبا. فذهب قوم إلى أن جملة التعجب جملة إنشائية، وكل هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا لا يجوز أن يوصل بها الاسم الموصول.
بينما فريق آخر ذهب إلى أن جملة التعجب جملة خبرية، لكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن جملة التعجب جملة خبرية هم أيضا اختلفوا في جواز وصل الموصول بها على عدة مذاهب. فابن خروف قال يجوز وصل الموصول بها، لكن جمهور النحويين لا يجوز ذلك. ولكن نقول لهؤلاء لماذا ولأولئك لماذا؟ قال الجمهور الذي لا يجوز وصل الموصول بجملة التعجب قالوا لأن التعجب إنما يتكلم به عند خفاء السبب ما يتعجبون، فإن ظهر السبب يعني عند خفاء السبب ما يتعجب منه عندئذ يجوز أن يتكلم بالتعجب، أما إذا ظهر السبب فقد بطل العجب. قالوا ولا شك أن المقصود بالصلة إيضاح الموصول وبيانه، فكيف إذن يمكن الإيضاح والبيان بما هو غير ظاهر في نفسه؟ قالوا فلما حصل تلافي بطل ربط أحدهما بالآخر، إلا أن هذا التفصيل طبعا يؤيده قول الشارح فيما بعد أنه قال فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه، لا قال فما يجوز، فلا يجوز قال أن يقال جاءني الذي ما أحسنه، جاءني الذي ما أحسنه جملة ما أحسنه جملة تعجب. قال ولو قلنا أنها خبرية فهذه العبارة تعني أنه لا يجوز أن تكون جملة تعجب صلة إن قلنا إنها إنشائية وإن قلنا إنها خبرية. ولكن خلاف النحويين من الصعب حسمه. إذن الشرط الثاني من الشروط التي تشترط في الجملة الموصول بها كونها خالية عن التعجب. الشرط الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها، يجب أن تكون الجملة الموصول بها غير مفتقرة إلى كلام قبلها. طبعا احترز بالخبرية من غيرها، تريز بالخبرية من الجملة الطلبية والجملة الإنشائية. طبعا لا يجوز جاءني الذي ضربه لأن هذه جملة طلبية، فالطلب هو الأمر وهذا طبعا خلاف مذهب إليه الكسائي. ولا يجوز أيضا جاءني الذي ليته قائم لأن هذه جملة إنشائية، فليت من أساليب الإنشاء ليت للتمني، والتمني من أساليب الإنشاء. وبعض النحويين يخالفوا في هذا. واحترز أيضا من قوله خالية من معنى التعجب، احترز بذلك
من جملة التعجب. فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه، ولو قلنا أنها خبرية. وأيضا احترز بقولهم غير مفتقرة إلى كلام قبلها، احترز بذلك من نحو قولهم جاءني الذي لكنه قائم. جاءني الذي لكنه قائم، فكلمة لكنه قائم تستدعي تقديم جملة أخرى. هل ترى أنك إذا قلت جاءني الذي لكنه قائم، فالاستدراك بلكنه قائم يفيد معنى أن هناك جملة قبل هذا تم الاستدراك منها. فهذه الجملة إذا قلت مثلا جاءني الذي لكنه قائم، ما الفرق بينها وبين إذا قلت ما قعد زيد لكنه قائم؟ ما قعد زيد لكنه قائم، لكنه قائم هذه تعقيب على كلمة ما قعد، وما قعد سبق يعني سبقت زيد. فكذلك إذا قلت جاءني الذي لكنه قائم، فكلمة لكنه قائم هنا فيها معنى جملة سبقت كلام وإن لم تذكر. ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاث شروط: أن تكون خبرية، وأن تكون خالية من معنى التعجب، وأن تكون غير مفتقرة إلى كلام قبلها. كما اشترط أيضا النحاة في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين. ولكن ممكن أن يقال متى يكون الظرف والجار والمجرور تامين؟ طبعا يراد بكونهما تامين أن يكون كل منهما في الوصل به فائدة، من نحو قولكم جاء الذي عندك وجاء الذي في الدار، على أن العامل في الظرف والعامل في الجار والمجرور فعل محذوف وجوبا كما أشرنا من قبل، على خلاف في تقديره. طبعا إذا قلت جاء الذي عندك وقلت جاء الذي في الدار، تقدير الكلام جاء الذي استقر عندك أو جاء الذي استقر في الدار، أو جاء الذي مستقر عندك أو جاء الذي مستقر في الدار. فالخلاف بين هل التقدير استقر أو مستقر، ولا خلاف في أن هناك محذوف. بينما إذا كان الجار والمجرور والظرف غير تامين فإنه عندئذ لا يجوز الوصل بهما. ما رأينا أحدا يقول مثل جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم. فبك عندما تقول جاء الذي بك فأنت تشعر أن الكلام غير تام. وكذلك إذا قلت جاء الذي اليوم تشعر أن الكلام غير تام. أيوة نعم. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. الألف واللام غالبا لا توصل إلا بالصفة الصريحة كما أشار ابن مالك: وصفة صريحة صلة أل.
فأل بالألف واللام لا توصل دائما إلا بالصفة الصريحة. ابن مالك في بعض شروحه يقول: وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب، واسم المفعول نحو المضروب، والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه، وهذا يخرج نحو القرشي والأفضلي. وفي كون أيضا الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف. ولهذا قال ابن مالك: والصفة، يعني إذا كون مثلا الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة، كون ذلك كذلك أشار ابن مالك بقوله: وصفة صريحة صلة ال. نعم. وقول ابن مالك: وكونها بمعرب الأفعال قل، وكونها بمعرب الأفعال قل، كأن ابن مالك يشير بذلك إلى شيء، كأنه يريد أن يقول لنا: شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع، لأنه هو المعرب من الأفعال. فالأفعال ثلاثة: فعل مضارع، الأفعال ثلاثة فعل ماضي وهو مبني على الفتح دائما ما لم يتصل به ضمير، وفعل الأمر وهو مبني على السكون، وفعل يعني فعل المضارع والمعرب. وهذه الأفعال أشار إليها ناظم الآشة الرومية وهو محمد بن أب الشنقيطي في نظم عبيد ربه، فيقول: وهي ثلاثة، أي الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع تلا، في الماضي مفتوح الأخير يبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، إلى أن يقول: حكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. فابن مالك يشير إلى الفعل المضارع كأنه يريد أن يقول لنا: شذ وصل الألف واللام بفعل المضارع. قال لنا هذه العبارة، هو أشار إلى هذه العبارة بقوله: وكونها بمعرب الأفعال قد. فما معرب من الأفعال إلا الفعل المضارع. هذا قليل. ومن وقوع ذلك في الشعر قول الفرزدق همام بن الوالب: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل. فهذا البيت كما يقولون للفرزدق من أبيات له يهجو بها رجلا من بني عذرته. يقول هنا أن ذلك الرجل العذري كان قد دخل على عبد الملك بن مروان يمدحه، وقالوا كان جرير والفرزدق والأخطل عند عبد الملك، وهؤلاء الثلاثة يعني هم شعراء بني أمية العظام، وهم أيضا شعراء نوعا من الشعر يسمى شعر النقائض في بني أمية، معروف شعر النقائض، فدخل هذا العذري على عبد الملك بن مروان يمدحه، وكان شرير والفرزدق والأخطل عند عبد الملك. طبعا كان شرير هذا شاعر مفوه، وكان يقول أنه لا يبدأ
خصومه، ولكنه يكير لهم الصاع صاعي. والفرزدق كان شاعر آل البيت، ولذلك مرة كان يطوف، كان مرة كان الفرزدق هذا جالس عند الكعبة، وكان الوليد بن عبد الملك يطوف بالبيت ومعه بعض من الناس. وبعد وقت دخل زين العابدين ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصرف الناس إلى زين العابدين يسلمون عليه ويجلوه لأنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه وقع من ذلك شيء في نفس الوليد، فقالوا أن الوليد سأل سؤال تهكم من هذا، فسمعه الفرزدق فأجابه على الفور بقصيدة يقول له فيها: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده، أنبياء الله قد ختموا. إذا رأت قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. قصيدة طويلة طبعا، إلى أن يقول له فيها ما قال: لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاوه. نعم، المهم أن الفرق أن الشاعر العذري الذي مدح عبد الملك وكان جرير، والفرزدق والأخطل مع عبد الملك، كان لا يعرف هؤلاء الثلاثة، ولا يعرف أنهم الشعراء العظام في ذلك الزمن، جرير والفرزدق والأخطل. فعرفه بهم عبد الملك، فقال العذري على الفور: فحي الإله أبا حزرة وأرضم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق يتعس به ودق خياشيمه الجندل. قولوا: فحي الإله أبا حزرة، أبا حزرة كانت كنية جرير. وقوله: أرضى ما أنفك، يدعو عليه بالذل والمهانة. قوله: أرضى ما أنفك، يدعو عليه بالذل والمهانة حتى يلصق أنفه بالرواء، وهو التراب. والجد هو الحظ، وجد الفرزدق يتعس به، وتقال أيضا البخت. وفي قوله: وجد الفرزدق يتعس به، دليل على أنه يجوز أن يقع خبر المبتدأ جملة إنشائية. في قوله: وجد الفرزدق يتعس به، فيه دليل على أنه يجوز أن يقع خبر المبتدأ جملة إنشائية، وهذا ما يراه الجمهور، جمهور النحات. على أن بعض النحات خالف في ذلك، منهم ابن الأنباري، المهم أن هذا الشاعر الذي قال، هذا الشاعر العذري الذي قال: فحي الإله أبا حزرة وأرضام أنفك يا أخطل، وجد الفرس دقيت اسبه ودق خياشيمه الجندل، أجابه الفرزدق ببيتين ثانيهما بيت الشاهد. كان قبل بيت الشاهد قول الفرزدق: يا أرضم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل. فيقول، فالمعنى أنه يقول له: لست أيها الرجل بالذي يرضاه الناس للفصل في أقضيتهم، ولست بذي حسب رفيع، ولست بصاحب عقل وتدبير سديد، ولست بصاحب جدل، فكيف نرضاك حكما؟
لخص له هذا في قوله: يا أرض ما الله أن فأنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطر، ما أنت بحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل. شاهد فيه قوله ترضى حكومته، حيث أتى بصلة ال جملة فعلية، فعلها مضارع، لكن هذا من بديع الفرزدق، فيقال أن أول من أدخل ال على الفعل هو الفرزدق هنا، فما قبله أحد فعل ذلك ولا بعده. ويدخل في هذا أيضا، ومثل هذا أيضا قول ذي الخرق الطهاوي، يقول في أبيات له بدايتها: يقول الخنا وأبواض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار ليجدعوا فيستخرج اليربوع من ناشقاته ومن جحره بالشيخة ليتقصعوا. هذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر. المصنف في غير هذا الكتاب لا يراه خاصا بالشعر، بل عنده يجوز في الاختيار وفي الضرورة. وقد جاء وصل الألف واللام بفعل مضارع، وقد جاء وصل الألف واللام بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا. فمن وصل الألف واللام بالجملة الاسمية قول أحد الشعراء: من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معد. والشاهد قوله الرسول الله منهم، حيث وصل ال بالجملة الاسمية وهي جملة المبتدأ والخبر، وذلك شاذ. بعض النحويين يقول إن ال هنا إنما هي هنا بعض كلمة وأصلها الذين. فحذف ما عدا الألف واللام، قال هؤلاء: ليس حذف بعض الكلمة وإبقاء بعضها بعجب في العربية. وهذا لبيد بن ربيعة العامري يقول: درس المنى بالمتارع فأباني، أو درس المنى بمتارع فأباني. أراد المنازل لكنه حذف حرفين على الترخيم. ومن وصل الألف واللام هذا الذي ذكرناه كان في وصل الألف واللام بالجملة الاسمية. ومن أمثلة وصل الألف واللام بالظرف شذوذا قول أحد الشعراء: من لا يزال شاكرا على المعه فهو حال بعيشة ذات سعة. من لا يزال شاكرا على المعه فهو حال بعيشة ذات سعة. شاهد في قوله المعه، حيث جاء بصلة ال ورفا، وهذا شاهد على خلاف القياس، ولكن مثل هذا كثير في وصف ال بضرب الشذوذ. ومنه قول شعر آخر:
وضيرني ما وال قيسا ومالكا وعمرا وحجرا بالمشقر المعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان وقت الصلاة.